أرحب بكم أستاذ المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج أكاديمية. تعودت علينا أن نتواصل وياكم بمواضيع أكاديمية، واليوم دولة الكويت تعيش الأعياد الوطنية السعيدة، وهذه الأعياد نسأل الله أن يجعلها سعادة علينا وأن تمر علينا بكل سنة بخير ومحبة. وكذلك تعودت علينا في بداية كل حلقة يكون عندنا موضوع مهم جدا نتحدث عنه، ولكن اليوم سنخصص الحلقة لنعرف مدى يعني انتساب هذه الأعياد الوطنية ومناسبتها لشبابنا الطلبة في الجامعات الخاصة وكذلك بالجامعات الحكومية وكذلك طلبتنا خارج دولة الكويت ومدى تعبيرهم عن حبهم لهذه المناسبة ولهذه الأرض الطيبة. خلونا مع بعض نشوف سؤال الحلقة ونرجع نتواصل معكم من جديد. إذا هل أنت مع أو ضد الأعياد الوطنية؟ وأكيد كلنا نحب الكويت وكلنا مع الأعياد الوطنية، واليوم الكل جاء ليعبر عن الأعياد الوطنية بطريقته الخاصة. أرحب بضيف الكرام من حرصه اليوم على التواصل والتواجد معنا في برنامج أكاديميا، بداية مع أخوي عبد الله عادل العجيل العسكر رئيس رابطة الخليج، حياك الله معنا. الله يحييك. أخوي داود العدواني طالب في الجامعة العربية المفتوحة، حياك الله معنا. الله يحييك. وكذلك أنت رئيس لنادي يونيفرسال. يونيفرسال كلوب. حياك الله معنا. طبعا اليوم نعيش أجواء من الفرحة والمناسبات الوطنية اللي تمر على ديارتنا الحبيبة الكويت، ونسأل الله أن هذه الأعياد تمر علينا كل سنة بحب وخير، والله يبعد عنا أي مشكلة أو مصيبة في هذه الأيام. خلنا في البداية نأخذ يعني كلمات منكم نطلقها للجموع الطلابية بهذه المناسبات السعيدة، بداية معك أخوي عبد الله. في البداية حاب أبارك للشعب الكويتي بالأعياد الوطنية، عيد التحرير وعيد الوطني، وكل عام وهم بخير. قواك الله، وإن شاء الله يا رب هذه الرسالة تصل إلى الجموع الطلابية. أخوي داود شنو حاب في البداية تقول لكل من يتابعنا بمناسبة هذه الأعياد الوطنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالبداية أهني سمو الأمير أبونا الشيخ صباح أحمد جابر صباح حفظ الله ورعاه، وأهنى ولي عهده الشيخ نواف أحمد جابر صباح، أيضا أهنى الشعب الكويتي أجمعهم، وأهن إدارة الجامعة العربية المفتوحة جامعتنا وطلبتها، وعلى رأسهم الدكتور نايف الجامع المطيري مدير الجامعة العربية المفتوحة، وكل عام الكويت بخير. قواك الله. عندي في البداية تقرير صغير، خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير ومن ثم نعود لنتواصل وياكم. هذا التقرير قام بإعداده مجموعة من الطلبة في الجامعة العربية المفتوحة، يتحدث عن الغزو الصدامي الآثم على دولتنا الحبيبة الكويت، وهذا التقرير من إعداد طلبة في جامعة الخليج. خلينا نشوف ونرجع نتواصل معكم جديد. تحت رعاية وبحضور معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، افتتحت فعاليات المهرجان الوطني الكويت بين الماضي والحاضر، والذي نظمته اللجنة الاجتماعية بجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وكذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام على مدى يومين بمسرح عبدالله الجابري بالحرم الجامعي، حيث حضر المهرجان أعضاء الإدارة الجامعية من مدير الجامعة الدكتور حسين الأنصاري وأمين عام الجامعة الدكتور محمد الفارس وعدد من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات. ويأتي هذا الحفل بمناسبة الاحتفالات والأعياد الوطنية التي تمر بها البلاد، وكذلك تنمية وتطور العلاقات الأكاديمية التي يلتقي فيها أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة والقيادة الجامعية. وفي هذا الصدد كان لعدسة أكاديميا رصدا خاصا لوقائع ذلك الحفل. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، كل الشكر وتقدير للطلبة بجامعة الخليج على هذا المجهود الطيب، وتحديدا في رابطة الخليج على جهودهم الطيبة اللي يحاولون من خلالها توثيق هذه الأعمال. عبد الله، يعني اليوم سؤال مهم جدا حول ما قمتم به من فعاليات أطلقتوها بمناسبة الأعياد الوطنية، شلون جهزتوا حق الأعياد الوطنية؟ طبعا كرابطة والنوادي كانوا ويانا،
ما ننكر جهود النوادي باللي سووه بالأعياد الوطنية، زينا الجامعة، نعم، حطينا إعلام الكويت اللي لازم كلنا نفتخر فيها، ولازم تكون على مدار السنة كلها، تمام، مو بس يوم واحد، تمام. وإحنا ما عندنا عيد الوطني يوم واحد، إحنا الكويت عندنا كل يوم عيد الكويت، صحيح، عيد الوطني وعيد التحرير، صحيح. ورتبنا فلاش موب على اثرها، نعرض يوم الثلاثاء، نعم، منتصف الجامعة، وكان ردود افعاله من الطلبة كانت وايد قوية. وبس عن شنو كان الفلاش اللي سويته؟ عن الغزو العراقي الغاشم، نعم، انه يبين شلون دش صدام، يعني شيء بسيط، تمام، شلون دش صدام والمقاومة قامت وشهداء شيء، تمام. من اللي مثل فيه؟ من القام بإعداده، الفكرة، التصوير، كل الجهود هذه؟ طبعا احنا كرابطة نجتمع مرة بالأسبوع، نعم، قمنا ان قلنا ان ندق على اخوي ابو راشد الحملي، نعم، محمد الحملي، محمد الحملي، نعم، كلمنا وقلنا لنا نحتاج نجتمع وياك عشان نرتب شيء حق الطلبة وطالبات جامعة الكويت، ويكون، نعم، على مستوى الكويت مو مستوى الجامعة بس. طبعا أبدأ استعداده معكم. اي نعم، تعاون براكم، تعاون، تعاون، يعني تعاون ما يتعاون لا لا اي احد، صحيح، اي، مع انه هو يعني دائما يتعاون مع الشباب، ولكن اللي احنا شفناه تصوير بروفيشنال وايد قوي كان. شلون كان تفاعل الطلبة، ردة فعل الطلبة؟ طبعا نص الجامعة كان متروس، الكل جاي طالع، وكان شيء يعني يذكرنا بالغزو، نعم، يعني انا ما عشتها بس شفتها من خلال هالبوب، اي شفتها وقارنتها بين القصص اللي كانوا يقولوا لنا اياها، نعم، ابائنا واجدادنا وخاصه امي تقول لي الله يخليها لك ان شاء الله، اجمعين حبيبي. فحزت بخاطري انه يصير كذي بالكويت، والشعب الكويتي كان متماسك جدا، نعم، الله لا يعود هالايام علينا ان شاء الله. ايوه ان شاء الله، قواك الله على الكلام الطيب اللي قاعد تقوله وعلى الجهود الجباره اللي بذلت من اجل هذا الفيديو اللي شفناه. يعني ايضا لك كرئيس نادي بالجامعه العربيه المفتوحه، شو النشاطات اللي سويتوها وتعاون الجامعه معاكم وكذلك الطلبه؟ بالنسبه للنشاطات اللي سويناها، ان شاء الله راح نسوي، نعم، طبعا مسوي مسابقه، نعم، وطنيه بالنسبه للصور، نعم، صور تعبر عن الكويت او فيديو حسب شخص تمثيله، تمام، حلو. ايضا احنا قاعد نسوي فيديو قصه قصيره باني عليه لحد الحين، هو عباره عن قصه هادفه نشرح فيها يعني بصوره غير مباشره، نشرح فيها عن الكويت، ان المعاناه اللي صارت وشلون تحررت. تمام، من اللي اشتغل معاكم بهال يعني الفيديو او بهالانجازات اللي قاعد تسوونها والفعاليات؟ هذا بالنسبه لنادي اليونيفرسال، تمام، اداره نادي اليونيفرسال واعضائهم. كم واحد انتم؟ احنا مجموعتنا كاداره يعني ولا كنادي كامل؟ كل كامل، كاداره وكنادي. كنادي 30 شخص، نعم، 30 طالب، نعم، كنا طلبه الجامعه العربيه المفتوحه. فقاعد نشتغل على الشيء هذا كافكار، كتصوير، يعني كله من عندنا احنا. تمام. معظم الطلبه في البدايه عندما يتحدث عن الدكتور نايف مجاد المطيري، ان كل احترام وتقدير ونوجه له تحيه برنامجنا، ممكن البعض ينتقد الاداره ويحاول ان يحارب الدكتور. انت اليوم طلعت شكرت الدكتور، فكلمنا عن الدكتور وتعاونه معكم. بالعكس، الإدارة من ناحية الإدارة والدكتور نايف متعاونين معانا حيل حيل حيل، يعني بكل شيء. قاعد أشوف يعني فترة تسجيل هذه الفترة، نعم، زين، الإدارة قايمة يعني يداومون أكثر من دوامهم بعد زيادة بس عشان يخلصون الطلبة، تمام، والهيئة التدريسية كذلك، يعني الكل متعاون ما شاء الله، الكل متعاون، أي، قواك الله. يعني بداية وضع الأفكار، حطيتوا الأفكار، رتبتها والميزانية، ترتيب الأمور، تعاون مع الطلبة، تعالوا عندنا أفكار، حطيتوا على يعني الحبر على الاوراق وبداتوا تسجلون ما لديكم من ملاحظات، ايش كثر خذ من عندكم وقت ومن اللي ساعدكم بهالجانب؟ تقريبا خذ اسبوعين، تمام، يعني من دقينا على محمد الحملي وما حد ساعدنا والله، كان جهود اعضاء الرابطه سويناها والحمد لله صارت بصوره ناجحه. تمام، شلون راي الاداره فيها؟ شلون قاعد تشوف الاداره؟ كان وايد قوي، وايد يعني من اللي اعمارهم كبار بالاداره اللي عاشوا الغزو وايد حزت بخاطرهم، وايد يعني بكوا. يقولون ان اقوى عمل سيعرض على التلفزيون اذا فعلا كان بهالمستوى، صحيح؟ والله الراي يرد حق المشاهد، مو انت بالنسبه لك هل شفت اقوى؟ انا لان انا يمكن سويناه احنا، فاشوفه زين،
شوف التوب يعني. اي لان انا لان احنا كرابطه مسوينا، بس الراي الاخير يكون الجمهور. تمام. دوركم اليوم كرابطه ابراز هذا الحفل الوطني وهذه المناسبه الوطنيه، شلون قاعد تشوف تفاعل الطلبه؟ يعني يحضرون ويجون بشكل عام، يعني مو بس لهذا الفيلم تحديدا. شلون يعني كان؟ يعني انتم تسوون فعاليات وعندكم ندوات تسوونها كلها مرتبطه بالجانب الوطني، طلبه قاعد يجون قاعد يحضرون، رده فعلهم؟ اي الطلبه كانوا موجودين على مدار الاسبوع وكانوا يحضرون كل نشاط تقريبا يسوون نادي جامعي او رابطه، يعني كانوا يحضرون واشوف يعني عدد تفاعل كبير يعني. اي تفاعل كبير، عدد ما يستهان فيه. تمام. بالنسبه للانديه التعاون معاكم ولا كل نادي مستقل بروحه؟ لا هذه المناسبه المفروض تجتمعون يعني. هل المناسبه كل النوادي اجتمعت مع بعض معاهم الرابطه وسوينا شيء لخدمه الطالب، ان نذكر ان ترى كان في غزو شيء. وعاد الطلبه تلقاهم متحمسين لهذا الجانب. الحمد لله. خصوصا بعد اذا صار في شوي غياب عن المحاضرات ويقول لكم يستانسون اكثر. خلينا نتكلم عن تعاون المجلس الطلابي عندكم في الجامعه. ليش ما رحت مع المجلس الطلابي تعاونت معه، ولا هل انت اصلا متعاون معه؟ لا بالنسبه لي انا فكرتي عن النادي نفسها. تمام. يعني انا ابي شيء. عرفني عن النادي اول شيء. انت عرف عن النادي. النادي يونيفرسال كلوب هو عباره عن نادي تنميه مشاريع طلابيه من ناحيه الانترتينمنت اللي هو الترفيه والفاشن اللي هو الموضه. نعم. طبعا عندنا اقسام وراح نتكلم عنها. كل قسم بالانترتينمنت، سينما، جيمز، عندنا بعد الستريت انترتينمنت مثل الفلاش موب والسوالف هذه. تمام. ايضا عندنا الميوزك انسترومنتالز، المعدات. ايوه. وعندنا بعد الكرافتس اللي هو الحرف اليدويه. عندنا الفاشن اقسام، يعني كان نتكلم عن صيغه بناتيه يعني. تمام. حلو. من مثل التجميل، مثل التصميم. شلون تفاعل الطلبه مع النادي؟ والله متفاعلين يعني في مشاركات، في ناس يبون الشيء هذا، الناس وايد يعني تطمح للشيء هذا، لان هذا شيء يعني نادر ما تلقاه، يعني مثل الفاشن ولا سوالف السينما ولا سوالف هذه. وهم بعد فكرتي ان شاء الله الجايه راح تكون مهرجان سينمائي على مستوى الجامعات كلها. تقدر تسوي ان شاء الله؟ سهل يعني؟ هو مو سهل، بس كل واحد يطمح لشيء ان شاء الله يسويه ان شاء الله. خلينا نروح فاصل صغير ونرجع نتواصل معكم مره ثانيه. أيها المواطنون الكويتيون الأحرار، أيها العرب في كل مكان، إن غزو الكويت باسم العروبة هو أحد أعاجيب الدنيا، ولكن متى عرف الطغيان الحياة؟ تحدثوا عن القيم وخانوها، وتحدثوا عن الخيانة وتمرغوا في حمأتها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Yeah, the Queen!
رجعنا من بعد الفاصل، مستمرين معكم السادة المشاهدين، ضيف الكرام عبد الله العجيل العسكر رئيس رابطة الخليج، حياك الله معي مرة ثانية. أخوي داود العدواني طالب في الجامعة العربية المفتوحة، حياك الله معي مرة ثانية. كنا نتكلم على الأعياد الوطنية، نسأل الله أن يجعل هذه الأعياد الوطنية سعيدة على قلوبنا، وكذلك أن يحفظ أمن هذا البلد من أي شر بإذن الله. نرجع لنتحدث عن تعاون الإدارة معكم. ممكن يعني أحيانًا تصير أن في بعض الفعاليات اللي يطلقها الطالب تجد بأن الجامعة ممكن ما تتعاون معي، أو ممكن شوي تبتعد عن المساعدة. الطالب يحتاج في هالجانب أنه ممكن نحن نساعده في فعالية، فإن كانت هذه الفعالية فعالية وطنية ممكن نحن محتاجين مساعدة أكثر. خلينا نتكلم عن دور الجامعة اليوم معاكم في مساعدتكم بمثل هذه الفعاليات الوطنية. بالبداية الإدارة الجامعية ما قصرت وكانت قمة بالتعاون، وحاب أشكر بالأخص الدكتورة رغد الكاظمي، تمام، والأستاذ الدكتور سالم الطحيح، نعم، على تعاونه معنا وعلى إيجاد حلول للمشاكل اللي تواجهنا، المشاكل اللي واجهناها بهالأسبوع. تمام، شنو أبرز المشاكل اللي واجهتكم؟ يعني على سبيل المثال إنه في إدارة بالجامعة كانت حاجزة الأسبوع، وإحنا اللي كنا حاجزين بالأسبوع هذا نفسه، تمام، فهذه المشكلة اللي صارت تداخل. في الكويت تداخل. أوكي، شلون حليتوها؟ رتبناها كيعني صرح أكاديمي، فلازم يكون الطرح أكاديمي، فقعدنا مع بعض وخذينا جانبين بالجامعة وسوينا الأسبوع بتعاون معاهم، وخلص الأسبوع وإحنا متعاونين وياهم. تمام، على شنو يدل هالتعاون؟ يعني مو كل مكان ممكن يتعاونون، في البعض ممكن يكون ما عنده استعداد التعاون، حاجز قبلك خلاص بيكون هو الافضل ويبرز فعاليته قبلك. انا اشوف ان اداره الجامعه وايد متعاونه مع الرابطه هالسنه، تمام، والحمد لله بفضل الله ثم فضل الدكتور سالم الطحيح والدكتوره رغد الكاظمي، يعني قدرتوا تخطون هالعقبات. اي نعم. طيب قواكم الله. بالنسبة لك يعني أحياناً المنافسة بين الجموع الطلابية والنوادي الأخرى، الأندية الأخرى، وكذلك المجلس الطلابي ممكن تكون شرسة، خصوصاً في هالمناسبات الوطنية، من اللي بيفرض فعاليته أكثر، من اللي يبرز حبه للوطن أكثر؟ كلمنا عن هذه المنافسة. طبعاً بالنسبة للأندية منافستهم دائماً تكون في كل واحد يحط الافضل ويجي واحد ثاني يحط افضل منه، تمام، ويتنافسون على الشيء هذا، تمام. واحد يقول لا انا احسن من الثاني، فهذه المنافسه انا صراحه احب الشيء هذا. شلون ممكن تقدم شيء مختلف؟ تو قبل شوي بتقدم مشروع على مستوى الجامعات، اي شلون ممكن تقدم على الاقل فعاليه وطنيه مختلفه عن الجميع؟ جامعه الخليج قدمت فلاش ممكن على مستوى التاريخ يعني سيتحدث عنه الكثيرون، شو راح تقدم؟ هو فكره الفلاش موب هذا طرت على بالي، تمام، حلو، بس شنو انا كنت بسويه بايفنت وشيء يعني يكون ضخم. ايوه يكون عندنا احنا بالجامعه نفسها عندنا الدوار، تمام، فهذا المكان الاكثر تجمع فيه، تمام، انا قلت ان نسوي الفلاش موب نص الايفنت، نكون ماخذين مساحه كبيره، حلو، فتدخل على شكل مثل الاقتحام وما شابه كذي، تمام، فيصير لها حركه، هذا الفكره اللي ببالي. وشنو المانع انك تنفذها؟ شنو محتاج؟ المحتاج هو ما انا محتاج شيء الحمد لله، بس ان نبينا اعضاء ونبينا الناس يعني على قولتهم كفو يقدرون. اي تمام. البعض ممكن يشتكي من الجانب المادي، ما في عندكم دعم مادي، تقدر تخطاه ولا مشكله بالنسبه لك؟ لا بالنسبه للدعم المادي لا ما في مشكله. شلون ماكو مشكله؟ بالنسبه احنا كطلبه كمجموعه طامحين للشيء، حلو، مستعدين نسوي اي شيء عادي. تمام تمام. يعني بتكلم عن اعضاء الرابطه اليوم وجهودهم الجباره نحو انجاح مثل هذه الفعاليات. يعني البعض ممكن كان فتره لطافه محاضرات، استعداد للامتحانات، بدايه كورس جديد، شلون قدرت تختطفهم من محاضراتهم ويشتغلون معاكم؟ طبعا احنا ما خطفت احد، لا ما نغيب عن المحاضرات الحمد لله، بس بين البريكات في ناس يشتغلون و يعني يطلعون برا الجامعه ويردون، تمام، يعني اذا عنده ساعه ساعتين بريك يطلع يخلص شغل الرابطه ويرد، تمام، فاحنا عندنا اول شيء يعني تعامل معاه انه ما تغيب عن محاضراتك، الكل ما حد يغيب كرابطه. عبد الله انت ما غبت؟ انا اغيب بعض المرات بس مو لان الرابطه. المسؤوليه سهله عليك الحين؟ لا والله، شلون يعني مسؤوليه يعني اعتقد اليوم قاعد نتكلم عن رابطه الخليج
وانت رئيس هذه الرابطه، هل مسؤوليتها سهله؟ مشاكل الطلبه، هموم الطلبه، الفعاليات اللي تسوونها سهله؟ اكيد مو سهله، بس الحمد لله الله يسهلها علينا. شنو ابرز المشاكل اللي يعاني منها طالب بجامعه الخليج؟ ابرز المشاكل يعني ممكن تكون مشاكل اكاديميه، ممكن تكون شعب مغلقه كالجامعات الاخرى، ممكن البعض يطالب بتخصصات اخرى، ممكن يطالبون بماجستير بتخصص مختلف عن الام بي اي. شنو ابرز المشاكل؟ المشاكل اللي واجهتنا هالكورس تقريبا ان ثالث اسبوع من الجامعه من دوام الرسمي غيروا دكاتره تمام من كلاسات معينه، والحمد لله بفضل الله ثم فضل الرابطه والاداره بتعاونها مع الاداره قدرنا نتخطى هالشيء ونخلي الدكتور نفسه هو اللي يدرس الماده اي ما يتغير بفضل جهودكم، جهود الاداره وجهودنا احنا يعني تعاونتوا معنا. اي تمام. الرابطه يعني تتعاون دائما مع الاداره، الاداره متعاونه بشكل عام ولا بس بالفعاليات؟ لا بشكل عام، اكاديميا اجتماعيا رياضيا كل شيء. كل شيء الحمد لله. عندكم فعاليات رياضيه ان شاء الله الشهر الجاي؟ ان شاء الله باذن الله. دواكم الله. بالنسبه لك يعني اتحدث اليوم عن جهود جباره تبذل، وفي المقابل عندنا محاضرات ممكن نغيب عنها وتاثر علينا، مستوى الدراسي هل يتذبذب اثناء المشاركه بهذه الفعاليات؟ لا بالعكس، احنا نظام عندنا المحاضرات ك يعني جامعه عربيه مفتوحه نظام التعليم الذاتي صحيح. اي فالمحاضرات راح تكون على كلاس واحد بالاسبوع على محاضره معينه، واحنا عندنا على ساعات معين، فهذا ما راح ياثر علينا. كل واحد اذا كان يجهد على نفسه يقدر انه يقسم وقته ما بين الدراسه ما بين المحاضرات ما بين اي شيء ثاني. شنو ابرز المشاكل اللي يعاني منها الطالب في الجامعه العربيه المفتوحه؟ ومشاكلكم هي كثرت مشاكلكم في الأمة الأخيرة. بالنسبة لي أنا شخصيا شو تخصصك؟ آداب إنجليزي. ما عندك مشكلة يعني في المسار صح؟ لا ما أدري إن شاء الله. شنو أبرز المشاكل يعني منها الطالب؟ بالنسبة لي شخصيا أنا أتكلم عن نفسي عندي الشعب المغلقة. لا مو أساس المغلقة، أن احتكار الشعب فيها احتكار وفيها نظام الشباب أقل من البنات دائما. تمام. يعني أوكي تلقى لي 12 شعبة حق البنات على مادة معينة، بس الشباب اثنين أو واحد. ليش؟ يمكن هم أكثر حضور منكم؟ أكيد هم أكيد، بس يعني أوكي أعطونا حقي شوي. هذا غسي. تمام. تقيمون كل سنة حفل للمتفوقين صح؟ اي نعم. وتقيمون كل سنة هذا الحفل تدعون فيه المتفوقين أهالي المتفوقين، وكله بجهود منكم شخصيا من الرابطة نفسها. خلينا نتكلم عنه وعن الحضور وعن تفاعل الطلبة معه. طبعا كل سنة قبل لا يبتدي الكورس الأول نسوي حفل متفوقين وندعو جميع الطلبة المتفوقين تمام. وأهاليهم تمام. ونكرمهم على جهودهم اللي بذلوها طول السنة هذه تمام. فإحنا كرابطة واجبنا أن ندعم المتفوقين، ويعني شلون أقول تقدمون لهم يعني هذه الفعالية حتى يفتخر أمام أهل على الأقل. بالضبط. تمام. أنا للعلم كرمتونا مرة واحدة كمتفوقين. لا لا إيه مرة واحدة كمتفوقين بالماجستير، ولكن كانت جدا رائعة هذه الفعالية. مرتين ذكرت. إيه. بالماستر مرتين. الحمد لله. فكانت جدا جميلة، ولكن تترك انطباع جيد للطالب صح؟ أدل. شو ردود الأفعال تجي لكم من الطلبة؟ يعني إنه شلون يقولون لنا إنه سووها مرة ثانية. تمام. ما قصرتوا على الشيء هذا، إن مو إحنا متعاونين مع الجامعة نسوي، لا إحنا بنفسنا الرابطة هي اللي تسويه عشان تكرم الطالب المجتهد. تمام قواكم الله. بالنسبة لكم هل هناك تكريم للطلبة المتفوقين؟ أي أكيد كل كورس يسوونه. طيب خلينا نتكلم عنه وعن تقدير الجامعة لهؤلاء الطلبة، هل هم بازدياد قاعد يقولون هل أنت متفوق؟ انا تقريبا على وشك التفوق يعني. ان شاء الله قريب توصل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الكورس الجاي الكورس اللي وراه ان شاء الله وصل. ان شاء الله. ولكن ماذا يعني لكم التكريم من قبل الجامعه لما اليوم الجامعه تكرم هؤلاء الطلبه؟ الصراحه شيء يعني يفتخر فيه الطالب. تمام. كون الجامعه نفسها قاعد تكرمه ويعني شيء له زين. تمام. قاعد تشوف المجلس الطلابي يحل عندكم مشاكل الطلابيه بشكل جدي؟ بالنسبه للمجلس الطلابي انا شخصيا كنت مرشح نفسي إيه؟ دخول مجلس طلابي، بس يعني ما حالفني الحظ. يقال فصل رئيس المجلس الطلابي الحالي صحيح؟ انا سمعت عن الشيء هذا. اي ما يخوفك هالشيء انك ترشح نفسك؟ اني ارشح نفسي يعني؟ اي هو لا عاد ما في مشكله انا ارشح نفسي، بس انا الشيء هذا اوكي انا متعاون تمام اوكي وانا قاعد امشي على منوال معين
فما راح يخوفني الشيء هذا. تمام. بعض الطلبه ممكن ما يحب الفعاليات الوطنيه في الجامعه، يقول صرح اكاديمي ومكان تعليمي ما نبي نسوي فعاليات وطنيه، ايش رايك؟ رايه ويحترم يعني، ما اقدر اقول له لا، ولكن كيفك. بس انا اشوف ان ردود افعال الطلبه اللي صارت الاسبوع اللي طاف كانت وايد ايجابيه. تمام. وما اتوقع في طالب يقول لك ما ابي، صح، ردود ما ابي اعياد وطنيه بنص الجامعه. فتعتقد ان اللي حاول يثير مثلا المشاكل واحد او اثنين حاله شخصيه يمكن. تمام. بالنسبه لكم مشكله المسارات اللي اصبحت مشكله شائكه في كل يعني كل طلبه الجامعه العربيه يعرفونها، شنو حلها تعتقد؟ مسارات الاداره. ايه هذه انا سمعت عنها بصراحه، ما دخلت فيها حيل، بس يقولون ان المسارات ما تكون الشهاده النهايه، تكون اداره. صح. اداره اعمال. صح. ما تكون على نظام مسار معين. مو المفروض يكون في هناك اعتراف لها؟ المفروض. شنو دوركم انتوا كانديه على الاقل كرئيس نادي؟ كرئيس نادي انا اتكلم ان اوكي نخلي النادي على صوب. ايه؟ اوكي راح اتكلم ان المسارات المفروض يعني اوكي يسعون فيها. اوكي وانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ليش ان شاء الله راح اسعى فيها الشيء هذا، ان نخاطب الاداره بشكل رسمي بشكل يعني يكون واضح واضح للاداره. تمام. شنو مقصدنا؟ مو بالتهجم ولا شيء هذا. تمام واضح. اعتقد ان هذه النقطه راح تكون نقطه ايجابيه جدا. الشخصيات اللي من برا الجامعه، شخصيات الاكاديميه، شخصيات سياسيه، شخصيات البارزه اجتماعيا، هل تحرص على حضور فعالياتكم؟ طبعا جامعه الخليج معروف انها جامعه قويه. تمام. فاحنا اذا دعينا ناس من هالفئه ما يقولون لا، يجون، لان الوعي اللي بالجامعه وايد قوي، ان الناس تدري قاعد تخاطب منه. تمام. طيب ايش رايك بمستوى الجامعه؟ المواد اللي تدرسها، المناهج اللي تقدمها، الامتحانات، صعبه، سهله، جيده، غير جيده؟ لا انا اشوف ان جامعه الخليج من احسن الجامعات اللي بالكويت، وامتحاناتها يعني افريج على الجامعات الباجيه، ودراستها وايد حلوه، يعني مو بس انه مالك خلق تداوم وتمشي. ما قاعد يمديك انت؟ شلون؟ ما قاعد يمديك ما بين الرابطه والامتحانات والمحاضرات؟ لا الحمد لله يمدي؟ الحمد لله. تمام. فتعتقد ان مستواها جيد؟ ايوه لا جيد وايد. طيب والفعاليات اللي قاعد تسوونها؟ هذا شيء ايجابي للجامعه يعني، هذا يزيد بالجامعه. تمام. يزيد. خل نروح فاصل صغير نرجع نتواصل معاكم مع الساده المشاهدين. We'll be right back.
رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم في برنامج أكاديمية. ضيوف الكرام عبد الله عادل العجيل العسكر، حياك الله معاي مرة ثانية، وكذلك أخوي داود العدواني، حياك الله معاي من جديد. كنا نتحدث عن فعاليات، تطرقنا إلى المشاكل الجامعية، كيف تتعاون الإدارة الجامعية مع الأنشطة والفعاليات الطلابية. الحين السؤال يطرح نفسه، أنتم تسوون فعاليات وتقدمون هالفعاليات للطالب، وهالفعاليات من الطلبة وإلى الطلبة، لكن تفاجأ أن بعض الفعاليات لا يحضر إليها الطالب، ما يحبطكم هالشيء؟ بلى، بس يعني إذا شيء كان يعني مسوقين لعدل فالطالب يعني ينجبر إنه يروح لأنه يبي يشوف هالشيء. تمام. شيء شده فيروح يشوفه. بس عندنا يعني النوادي الجامعية يعني ما قصرت، كل أسبوع نادي يسوي فعالية أقوى من اللي قبلها. ما شاركوا مع الأندية؟ شاركنا هالأسبوع مع الأندية، صار في تعاون بيننا وبينهم. تشوف الأندية متعاونين معاكم في بعض الجامعات؟ الأندية مستقلة عن المجالس الطلابية. هم مستقلين مو لا، بس ما يبي يشتغل تحت مظلتهم حتى. ولا احنا ما اشتغلنا تحت مظلتهم ولا هم اشتغلوا تحت مظلتنا. هو تعاون. تعاون في الجامعات الثانية ما يبي يتعاونون عاد. انتم ما عندكم هالشيء؟ لا، احنا نحط ايدنا بيدهم ونتعاون الحمد لله. على شنو يدل هالتعاون بينكم بين الطلبة؟ على الحب وال في وعي أكاديمي. اي في وعي أكاديمي. جامعة الخليجي نقدر نقول ان في وعي أكاديمي. اي طيب، هذا شيء إيجابي، وإحنا دائماً ما نفتخر بأبنائنا الطلبة إذا كانوا بهذا الجانب، ولكن مسألة الحضور، يحضرون عندكم بفعاليات؟ إي نعم. ما في أحد يحاول إنه يعني إذا بيحضر تساوم على الحضور، تعال خذ بونس عشان تحضر. الدكتور بيعطيك كريدت علشان. لا، هذيل شو اسمه؟ أعوذ بالله من الشيطان. الندوات اللي يسوونها. إيه. في بعضهم فيها بونس. تمام. فالطلبة يجون. تمام. مو أغلبهم حق البونس. بس في ناس يجون حق البونس، في ناس يجون يبون يعرفون شنو الشيء هذا. بس احنا اليوم قاعد نساوم طالب تعال تكفى علشان تجي خذ هالبونس. لا، هذا تشجيع من الدكتور. اي تأيد هالفكره. اي اذا تشجيع من الدكتور انه يروح ياخذ دوره. اي وياخذ شهاده عليها. اي ليش لا، مو بس حتى الدوره والشهاده، حتى فعاليه عاديه. لا، الفعاليات ما تصير عليها محاضر جاي عادي بيتكلم ضيف، يعني تعال يا شباب لكم بونس. هذه ما تصير عندكم. ما تصير عندنا. بالنسبة لكم عدواني، هل تصير عندكم هالأمور؟ تفاعل الطلبة مع الفعاليات يحضرون عندكم ولا لا؟ في لها أسباب، يعني غياب الطلبة عن الفعاليات والشيء مثلا. في لها أسباب، قد تكون امتحانات. تمام. قد تكون يعني أن محاضرتها مو اليوم مثلا. تمام. أنتوا خصوصا أن أنتوا التعليم عن بعد. أي. فممكن يكون محاضر عندك. يعني مثلا انا عندي محاضره اثنين والاحد مثلا. تمام. والايفنت راح يكون مثلا يوم الخميس. الخميس ولا الاربعاء. اوكي، انا اتعنى عشان مثلا ايفنت اذا كان له شيء يعني داعي وقوي كاعلاميته، اوكي انا ممكن اجي. لكن اذا كان يعني اشوف عادي كاعلامي شيء عادي، لا ليش احضر. اي ما. شلون قاعد تشوف الاعلانات عندكم بالنسبه للفعاليات؟ هل قاعد توصل حق كل الطلبه؟ الجامعات الخاصه يوصل حق الطالب ايميل، وغير الايميل بروشور، وغير البروشور مسج، وغير المسج ربع الطلبة يبلغونه، فهو من كل مكان عارف. يبطل تويتر يلقى، بطل انستغرام يلقى، صح الكلام؟ أيه. بالنسبة لكم هل هذا الشيء موجود؟ حسب الجهة نفسها. نعم. اذا كانت هي تنشر اعلان المجلس الطلابي مثلا. المجلس الطلابي اوكي يوصله على مستوى التويتر، شوفه اوكي. بس انا بالنسبة للأندية يعني مثلا كوني انا شخصيا بالنادي هذا راح اسويها نظام على الايميلات، على الويب سايت راح اسويه ان شاء الله، راح اسوي على التويتر وحتى البروشورات عند الدكاتره نفسهم. تمام. اي بالنسبه لك يعني اليوم الانتشار بمواقع التواصل الاجتماعي والاعلام مهم جدا، شلون تستخدمونه؟ مثل ما قال اخوي داود، تويتر، انستغرام، ايميل، رول ابس بالجامعه، يعني شيء هذا يكون على كل الطرق هذيل، فالطالب راح يدري شنو بيصير. بعض الطلبة ممكن يقولك والله هم بعد ما وصلني فوق هذا كله. إذا ما تواجهون المشكلة؟ لا ما أتوقع. لا والله في طلبة يعني يقولك والله سويتوها ما أدري، حسب مالي يتحججون والله. يمكن ما يشوفون إيميلات. نعم. أي إيميل ما يشوفونه، فتويتر إنستغرام مو صحيح مو مستخدمينه. الكلمة الأخيرة اللي حاب توجهها للجموع الطلابية من أبنائنا وبناتنا الطلبة في جامعة الخليج. أحب أشكر طلبة وطالبات جامعة الخليج بالأخص طلبة الكويت بالعام، على وبارك لهم على عيد التحرير وعيد الاستغلال، ويعطيكم العافية. ولا عيد قواك الله، يعطيك العافية. شكرا لك على التواصل معنا،
وعلى الكلام الجميل اللي وجهته للطلبة. إن شاء الله يا رب هالفعاليات الوطنية تكون فعاليات أكثر في المستقبل. كلمة الأخيرة لك العدواني. الله يعطيكم العافية، أشكر مشاهدينا وأشكركم على الاستضافة. الله الكوت. طبعاً ودعوا جميع الطلاب وجميع الموجودين إن شاء الله أنهم يشاركونا بالعياد هذه إن شاء الله، أن هذه بصمة الكويت على قولتهم. قواكم الله كل الشكر والتقدير للزملاء اللي تواجدوا معنا اليوم. عبد الله عادل عجيل عسكر رئيس رابطة الخليج، شكور يعطيك العافية. أخوي داود العدواني طالب في الجامعة العربية المفتوحة، شكرا لك، شرفتونا. عندنا تقرير مهم جدا عن الأعياد الوطنية وفرحة الكويت بهذه الأعياد واستقبالها لهذه الأعياد. خلينا نروح نشوف مع بعض هذا التقرير، وأنا من مكاني هذا أقول لكم مع السلامة. بارك القادة السياسية سمو الأمير وسمو العهد عسى الله يحفظهم على بخصوص الأعياد الوطنية، وعسى الله يدوم الأفراح على دولتنا الحبيبة. واحتفال الهيئة العامة التعليم التطبيقي يعتبر نبراس على صدورنا باحتفالية الأعياد الوطنية. الله يعيد الأعياد هذه على أهل الكويت وشعبها، وعسى الله يحفظ الكويت وأهلها إن شاء الله. وأشكر الهيئة على تغيير الروتين هذا بالاحتفالات الوطنية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة إن شاء الله. حقيقة أول شيء أهني صاحب السمو أمير البلاد والحكومة الرشيدة وأيضا الشعب الكويتي وإدارة الهيئة والزملاء أعضاء هيئة التدريس وزميلات أعضاء هيئة التدريس في مناسبة الأعياد الوطنية، وإن شاء الله الله يدوم علينا من أفراح والله يحفظ الكويت إن شاء الله وشعبها الكريم بإذن الله. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دائما تشارك في الاحتفالات الوطنية لدولتنا الحبيب، سواء عيد التحرير والعيد الوطني أو يوم التحرير والعيد الوطني، والمشاركات سنويا قاعدة تكبر وتكبر. السنة هذه أخذنا على عاتقنا مو بس مجرد المشاركة، المشاركة في الاحتفالات الوطنية والمشاركة المجتمعية لأهل المنطقة خاصة منطقة العديلية. ففتحنا الهيئة أو مباني الهيئة كافة لأبناء منطقة العديلية بحيث أنه تكون عندنا مثل مشاركة مجتمعية بينهم، احنا طول السنة معاهم وقاعدين مساكين متحملين، على الاقل نفتح لهم ويون يستانسون معانا ونونسهم يوم بالعمر ان شاء الله. وهذا عيد يعني عيدنا كلنا، يعني لازم نحتفل فيه ونعزز فيه يعني قيم الولاء وقيم حب الوطن. ولله الحمد مثل ما انتم شايفين ان السنة هذه افضل بكثير مما كان عليه بالسنة الماضية، وعدد المشاركين اكبر بكثير، وان شاء الله تدوم علينا الافراح بالديرة ان شاء الله. أهنيكم وأهني الجميع بمناسبة الأعياد الوطنية، وأشكر الصندوق الأهلي لرعاية هذه الاحتفالية الجميلة، كذلك أشكر دكتور عامر جعفر مع الفرقة الموسيقية لإقامة هذه الفعالية، وأشكركم شكرا الشكر الجميلة. شكرا.
جو احتفالي عام، الحمد لله يسود البلد كلها، واضح ان الناس مرتاحة ومستانسة، وهذا شيء طبيعي بحكم انه يعني في اعياد وطنية، في مناسبات عزيزة، يمكن جيلي عاشوا مثلا مرحلة تحرير الكويت والحجم الإرهاب والإجرام اللي مورس عليهم، فبالتالي سعدوا أكثر من خلال تحرير الكويت. أيضا في جيل أكبر عايش مرحلة الاستغلال، يعني الله يعطيهم طولة العمر، بالتالي أجواء سعيدة، أجواء حلوة، أجواء جميلة. نأمل أن يستمتع الجميع في هذا الجو الحلو والقعدة الحلوة، ونشكر صراحة يعني الجهد الكبير اللي قامت فيه الأخت وصال زامل رئيسة قسم العلاقات العامة في كلية التربية الأساسية، ونأمل أن يستمر هذا الجهد، يعني كل عام كل سنة الناس ملت من يعني ملت من المشاحنات والهذا، ودها تشوف جو حلو، جو جميل وقاعدة حلوة، والحمد لله على كل حال، ويعطيكم ألف عافية. حضرنا للمكان نفسه طبعا كدعوة خاصة، كنا احنا بإدارة اطفاء الفروانية، فدائما احنا مشاركين مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة التربية او اي جهة اخرى، فدعونا للمشاركة للحضور وكذلك للتنسيق معهم في حال الله لا يقول اذا صار حصل شيء ولا شيء، الا احنا موجود متواجدين في المكان نفسه طبعا. طبعا المشاركة في الاحتفالات الوطنية هو لنا احتفال للجميع، والجميع يشعر بالسعادة والفرح، وندعو الله أن يديم الأمن والأمان على كويتنا وشعبها وحكومتنا وقيادتها. واليوم النقابات ما هي إلا جزء مساهم وفعال، حضرنا ونشعر بفخر بالقائمين على هذا الحفل، الدكتور عامر جعفر والدكتور سحر ملحم والأخت وصال الزامل والفريق الإعلامي، وجودكم وجود الأخوان، ونشجع على دعم مثل هذه الأنشطة، لأنه في النهاية هذا هو تمثيل وتعبير عن حب الوطن وحب الكويت.